بالسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن فقر الدم مع ضيفنا الدكتور بسام المصري، اختصاصي الأمراض الباطنية، زميل الكليات الملكية 3 في المملكة المتحدة، والذي يعمل في مستشفى الجرود الخاص بدبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، وأيضا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نرحب بكافة المتابعين وكافة الاستفسارات والاقتراحات. أيضا نرحب بضيفنا الدكتور بسام المصري. دكتور بسام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فقر الدم، هل هو مشكلة شائعة في دولة الإمارات دكتور؟ طبعا السلام عليكم على المشاهد المستمعين. فقر الدم ما في شك مشكلة شائعة، مو بس بدولة الإمارات، في كل العالم. الشيوع أكثر بيكون عند النساء بسبب الدورة الشهرية. وكل ما كان الدورة الشهرية أصغر، كل ما كان احتمال فقر الدم بيكون أكبر. وطبعا في بيجي الحمل والرضاعة وهالأمور. فموضوع فقر الدم شائع جدا. النقطة أنه نحن التعامل مع فقر الدم، أنه كلمة فقر الدم كلمة قد تكون بسيطة وغالبا هي هيك، وقد تكون تعني أمراض يعني يفضل كشفها بشكل باكر. فنحن التعامل مع فقر الدم، يعني أنت أحيانا تغرب أنه بيجي مريض عنده فقر دم بدون استقصاء بدون تحاليل، يعطوه حبوب حديد فورا. طبعا لأنه أساس يعني أنت فضل ربنا موجود بدولة كل شيء متوفر، فالتحاليل متوفرة، ممكن أنت تكشف السبب بكل بساطة. فتكون أنا عندي مريض جاني بفقر الدم، المرحلة الأولى طبعا نحن عم نحكي على الحالات الباردة المزمنة ما فيها نزوف حادة. النزف الحاد التعامل معه مختلف، يعني النزف الشديد الحاد يعني مثل حوادث لا قدر الله ولا شيء، الوضع مختلف. أو نحكي على الحالات اللي بيجي للعيادة المريض بدنا نعمل التحاليل لنعرف ليش. فأول شيء نعمل مو مستوى الحديد في الدم، وهذا خطأ، يعني الآيرون بالدم، لا، بدنا نعمل مخزون الحديد بالدم اللي هو الفيريتين. فأنا لازم أعمل مخزون الحديد في الدم وبيكون بوضعية الصيام. هذه مهمة. مخزون الحديد إذا كان المريض أصيب بالتهاب ما مرشح ولا أي شيء، أي التهاب، هذا بيرتفع في الدم فبيعطيني نتيجة خاطئة. فإذا إجا المريض عنده حمى أو حرارة أو شيء، لو بنستنى لحتى تروح الحمى أو الحرارة عنك أسبوع أسبوعين بيرجع الوضع للطبيعي، وقتها بيرجع الفيريتين لوضعه الطبيعي، وقتها أنا فيني أطلب وأعرف المستوى الطبيعي. فمخزون الحديد بيكون هو الدليل إلي أو المؤشر إلي على مستوى الحديد في الدم. إذن هناك يعني هناك لو سمحت لي دكتور بسام، هناك يعني أخطاء خلينا نقول حقيقة يعني موجودة لدى البعض في بعض الأماكن في تقييم هذه الحالة، وهناك أيضا أخطاء من قبل المرضى الذين لا ينتبهون إلى الأعراض. يعني قد يعاني المريض من صداع، قد يعاني من تعب، من وهن، من غير ذلك، ويعتقد فقط أنه فقر الدم فقط لما يكون في شحوب، والشحوب يعني يكون ظاهر جدا. ما بعرف إذا بتوافقني الرأي أم لا. ما في شك، ما في شك. يعني أنا بتشكرك على المقاطعة لأنه حلوة كانت. النقطة أنه يعني قد يشكي المريض من الأعراض حتى بشكل أبكر من حدوث فقر الدم. يعني يلي بيصير عند المريض أنا بشبه لهم ياها بمخزون البنك. يعني أنا عندي مخزون في البنك، ما بيظهر فقر الدم عندي إلا ما يروح المخزون أول. يعني أنا مثلا موظف عم يجيني راتب، وبعدين يعني انقطعت عن شغلي، لكن عندي مخزون، فالمخزون ببدأ بسحب من المخزون وأنا بمشي أموري لأني عم أسحب من المخزون، فبتمشي أموري عادية. يعني ما بيكون عندي فقر دم، فبتم بسحب من المخزون، وقت بيفضى المخزون وقتها أنا بدخل بفقر الدم. لذلك في مرضى بيجونا بيكون الهيموغلوبين عنده طبيعي، وبقول له والله أنا بيشوف لك مخزون الحديد، بيقول له طب أنا ما عندي فقر دم. إيه مزبوط، لأنه قبل فقر الدم بيجي مخزون الحديد ينقص، فوقت بينقص يعمل يعني التعب يعني مثل تقصف الشعر، لو فرضنا يعني يصير الشعر بهر والأظافر وخشونة الجلد والقصص هذه، ما في شك.
لكن خليني بس أذكر نقطة ثانية إذا سمحت لي دكتور بسام، هو نقط الحديد عند الذكور. نعم. فتجينا الذكر مخزون الحديد منخفض عنده، الذكر ما عنده دورة. نعم. فبدنا نعرف ليش مخزون الحديد انخفض. فكلمة أنيميا مع نقص مخزون الحديد عند الذكور كلمة ناخدها بمحمل الجد. والجد جدا. جدا طبعا. نعم. أنه قد تشير لامتصاء امتصاص مع امتص الحديد من الأمعاء، أو في مشكلة عنده في جهاز الهضم قد تصل إلى احتمال أورام لا سمح الله. نعم. فبيكون دراسة جهاز الهضم مهمة. لذلك أيضا دكتور بسام، يعني هناك اختبار بسيط جدا ولا يكلف كثيرا ويجب أن يجرى بشكل روتيني، لا أعرف إذا كان يجرى حقيقة، لكن هذا اللي تعلمناه على يعني في كلية الطب، اختبار الدم الخفي في البراز. يعني هو اختبار الدم الخفي في البراز ما في شك يعني يعتبر من السكرينينج من التمنين. يعني افرض شخص كان في عنده لا قدر الله ورم في الكولون. نعم. الورم يعني مثل حبة صغيرة. النقطة ايش؟ انه اذا هالحبة هي نزفت يعني صار فيها تقرح ونزفت طلع منها الدم، ونحن عملنا الفحص بالوقت يلي طلع فيها الدم، يعني بيكون في نوع من الحظ، فوقتها منكشف الدم. أما لو نزفت بوقت أنا ما عملت فيه تحليل الدم، ما عملت فيه تحليل يعني ما يعني عملت أنا فحص البراز بوقت ما كانت عم تنزف، أو نزفت قبل مثلا أسبوع وأنا ما يعني المريض ما لاحظ شيء، فوقت الدم الخفي بالبراز بيجي نيجاتيف، يعني بيجي مو موجود. فإذا كان مو موجود لا ينفي وجود المشاكل في جهاز الهضم. يكفيني أنا أن يكون مخزون الحديد منخفض بغض النظر إذا كان في دم في البراز أو ما في دم. في البراز هذا بيحتم علي أنه أعمل دراسة كاملة لجهاز الهضم. عند الذكور عم نحكي بشكل أساسي. أو الأنثى يلي بتكون الدورة عندها خفيفة فتعامل معاملة الذكاء. يعني هذا بيجي خلينا نقول الجانب الأول اللي هو نقص الحديد. الجانب الثاني اللي شائع يعني أنا عم شوفه، هو ما كتير شائع بس عم نشوفه أكثر وأكثر، اللي هو نقص الفيتامين B12. نعم. طبعا نقص الفيتامين B12 هذا الفيتامين مهم جدا، لأنه إذا كان منخفض وبشدة هذا ممكن يؤدي لإصابات عصبية بما فيها الخرف، إنه المريض يضوع، وإذا أصيب بالخرف ما بيطلع، حتى لو صلحنا الفيتامين B12 ما عاد يتحسن المريض. نعم. لذلك هذا الموضوع مهم جدا 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 مهم. ففي أشخاص مثلا بيقول لك أنا ما بدي أكل مصادر حيوانية، أنا لا بدي أكل لحم ولا بدي أشرب حليب ولا بدي أعتمد على النباتات فقط. نعم. هذا حكما حينصاب بنقص الفيتامين B12، أو بيكون في عنده مشكلة كمان بدنا ندور عليه. يعني الفيتامين B12 حيكون يمكن أهم بكثير من نقص الحديد، لأنه إذا أهمله الشخص ممكن يؤدي لإصابات عصبية شديدة، وكمان له يعني العلاج تبعه بسيط، وكنا من أول نعطي إبر هلا عم نعطي حبوب والمرضى عم يستجيبوا بشكل جيد جدا، لكن لا يهمل. يعني إذا المريض عنده نقص الفيتامين B12 يتم يأخذ الحبوب ولا يوقفها. نعم. يتم تحت مراقبة الطبيب، ما يهمل الموضوع. نعم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 وعبر الانستغرام لايف على نور دبي راديو. نرحب بكافة الاستفسارات والاقتراحات. موضوعنا عن فقر الدم، وضيفنا الدكتور بسام المصري اختصاصي الأمراض الداخلية الباطنية، زميل الكليات الملكية الثلاث في المملكة المتحدة في مستشفى الجرود الخاص، يعمل في مستشفى الجرود الخاص بدبي. دكتور بسام، طبعا هذه المشكلة وأنت ذكرت يعني على سبيل المثال تساقط الشعر، يعني من يعاني أو تعاني من تساقط الشعر تذهب أو يذهب إلى الصالون، إلى تناول مستحضرات، إلى شراء مستحضرات، وهذه لن تفيد. فدائما يجب أن نذكر بالمظاهر السريرية، وأيضا متى يجب أن أراجع الطبيب، يعني لا أن يتم اكتشاف هذا الأمر صدفة لدى زيارة الطبيب لأمر معين أو لدى زيارة المستشفى لأمر معين. طبعا ما في شك يعني يعني تساقط الشعر أو أي شيء من لحظه على الجلد مثل خشونة بالجلد أو الأظافر بتصير قاسية أو تكسر الأظافر السريع. طبعا إذا صار في عندي درجة شوي متقدمة في الدم، فالشخص يصير بشكي من دوخة، بصير بشكي من سرعة التعب، خفقان في القلب، يجوز يراجع مريض القلب، طبيب القلب يفكر أنه الموضوع بقلبه لأنه خفقان، أو اللهتة
ما له حيل بيصير المريض. نعم. هل كلها أعراب يعني قد تكون ناجمة عن فقر أو حتى صداع وغير ذلك مع اتصال؟ نعم نعم، يعني صداع ويذهب ويتناول المسكنات ولا يستفيد، لأن المسألة نعم لابد إذن دائما نقول أن نعرف السبب والمعالجة دائما سببية. لدي اتصال من الأخ حاتم. السلام عليكم أخي العزيز. عليكم. عليك السلام، مرحب يا دكتور. والله أنا ليش شرف نصوبك. اهلا وسهلا بك. انا والله يا دكتور باسم كم ليعسى اليوم على شقات الرأي اللي منتخب كله ما اتصل. نعم مستضيف دكتور بتاع عيون برضو ما حولون، بتاع اسلام بتاع لسه برضو ما حولون. اليوم قلت لك انا كله ما اتصل تقول لي ان شاء الله مرجع عليك. من برامج خلف الحين انا عندي ابن الصغير عنده فقر دم. نعم مشان الدكتور والمبارح كان عنده اسهال وطراش وكذا برجع فقال عنده فقر دم، فأنا سمعتك تتكلم عن فقر الدم. نعم. طيب نعم الدكتور بسام سمعت السؤال. هلا هو عم يقول إنه عنده ابنه. ابنه عنده. نعم. عنده إسهال وقيام. 3 سنوات. 3 سنوات. وقالوا له إنه في عنده فقر دم. طبعاً وبدنا نفهم نحن قديش شدة فقر الدم، لأنه إذا كان فقر دم بسيط فممكن يكون المرض نفسه الالتهاب نفسه عامل فقر الدم بيكون موضوع مؤقت. وبعد أسبوع أو أسبوعين إذا عاد التحليل بيلاقي إنه الكريات الحمراء ردت رجعت للطبيعي. نعم. أما إذا كان فقر دم شديد فبدنا نعرف شو السبب، يعني بدنا نمشي بالتحاليل اللي بتقلي شو السبب. ومثل ما حكينا يعني حتى الصغار نفس الموضوع، قد يكون ناقص حديد، قد يكون فيتامين بي 12. بالمناسبة إذا بدنا نحكي نحن يعني دول العالم الثالث، يعني إذا بدنا نحكي مثلا فرض ما الهند، فرض ما يعني البلاد اللي فيها أنهار وفيها هاي موضوع الديدان شائع جدا. صحيح موضوع الديدان شائع جدا، هو بيكون سبب لفقر الدم. فبتلاقي الطفل عم يشكي من ألم في البطن متكرر والقصص هاي. نعم والديدان أيوة مشكلة في البطن. نعم مشكلة في البطن يا دكتور. نعم يعني بده يفهم الواحد الوضع بالضبط، بده يفهم الوضع بالضبط. بدك تراجع طبيبك وتشوف شدة فقر الدم، إذا كان شيء بسيطة ما هي شديدة فمحتمل كثير إنه تكون ناجمة عن الالتهاب نفسه. نعم. إذا كانت شديدة ففي تحاليل بدها تنعمل يعني تتضمن الحديد والبي 12 أحيانا الغدد الغدة الدرقية يعني فحص البراز القصص يعني في الدكتور بيعرف الخطوات اللي بده يمشي فيها لحتى يعرف السبب. نعم أخي حاتم ممكن تترك رقمك عند الأخ أيمن بالتنسيق والإخراج وأنا بتواصل معك بعد البرنامج إذا كانت يعني معلومات إن شاء الله. طبعا أتمنى الصحة والسلامة لابنك وهناك عدد من الأسئلة. شكرا لاتصالك دكتور بسام. هناك عدد من الأسئلة عبر الإنستغرام لايف. السلام عليكم دكتور يعطيكم العافية. سؤالي هل الحالة النفسية تؤدي لنقص الحديد، وهل نقص الحديد يؤدي لتسرع دقات القلب وضيق التنفس أو ضيق النفس؟ طبعا, نعم. طبعاً الحالة النفسية ما لها علاقة قطعا. نعم. إلا إذا الشخص ما عاد أكل وما عاد أكل فترة طويلة جدا يعني. نعم. أو الحالة النفسية أثرت على المرأة وعملت عندها الدورة شديدة. أما الذكر لا، نقص الحديد إنه يعمل تعب وقلة حيل هالكلام صح. نعم. بس ما بتصور إنه يصل لدرجة الخفقان. وبين قوسين خليني أذكر هون اللي قلت له على الأخ اللي كان على الاتصال. نعم. إنه ممكن يكون فقر الدم ناجم عن ضعف في الأعضاء، يعني مثلا ممكن الشخص يكون عنده فقر دم ناجم عن ضعف في الكلية، ممكن يكون ناجم عن ضعف في الغدة الدرقية أو ضعف في الغدد بشكل عام. نعم. ما فيها الغدد الجنسية يعني يسميها الذكورية أو الأنثوية. فالغدد قد تكون أحد أسباب الدم. وطبعا في مشاكل أخرى يعني التهابات مزمنة أو لا سمح الله في أورام أو شيء. يعني موضوع فقر الدم موضوع شائع لكن الأكثر شيوعا بين الناس، يعني خلينا نحكي 99% بتجي ضمن نقص الحديد ونقص الفيتامين بي 12 القصص البسيطة يعني. نعم. بدون ما ندخل بالانحلال والمشاكل. نعم الأمراض. نعم. الأخرى والاضطرابات الدموية الأخرى. نعم نعم, نعم. طيب هناك أيضا استفسار، متى نعرف أن نقص الحديد ليس بسبب أن فقر الدم ليس بسبب نقص الحديد وإنما بسبب نقص فيتامين بي 12 أو بي 12؟ هلأ هو نحن هلأ يعني درسنا بريطانيا نعمل شيء اسمه الهيماتينكس يعني
في كانوا يحكوا من قبل انه مثلا شكل الكريه، يعني اذا شكل الكريه مثلا صغير فهذا بيشير لنقص حديد، شكل الكريه كبير فهذا بيشير لنقص الفيتامين بي 12. هذا كلام شوي قديم، لانه عم نشوف مرضى حتى تكون شكل الكريه صغير ونلاقي نقص فيتامين بي 12، فبعكس المتوقع يعني. لذلك بنعمل نحن الهيماتينكس، يعني بنعمل الحديد والفيتامين بي 12 وكذا، يعني بنعمل الباكيج حتى نعرف انه ممكن يجيك مريض عنده الاثنين مع بعض ناقصين. كمان هاي بنشوفها كثير، يعني ممكن واحد فقط انه والله عنده نقص حديد وبس، بنلاقي عنده نقص حديد، بنلاقي عنده نقص فيتامين بي 12، بنلاقي عنده غده كلهم مع بعض، بنلاقي عنده فيتامين بي 12 ناقص، بنلاقي عنده مشكله بالكليه مثلا، بنلاقي اثنين مع بعض. فلذلك بده تكون الدراسه كامله، مو نمشي هيك نقطه نقطه، لا هيك ما بيكون التصرف صح. نعم، وطبعا يعني كتير مهم أن ننظر إلى المريض من ناحية متكاملة، لأن فقر الدم ليس يعني مرتبط بحالة فقر الحال إذا صح التعبير. قد يكون أشخاص يعني حتى أثرياء، قد يكون أشخاص من مختلف الجنسيات من مختلف الأعمار يعانون من هذه المشكلة، وهي مشكلة شائعة ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما أيضا في مختلف الدول. النصيحة الأخيرة دكتور، ماذا تنصح في هذا المجال؟ الشغلة الأخيرة بس اللي بيقولها، معك دقيقتين، يعني هي نصيحة بس بدقيقتين. نعم تفضل. المنطقة العربية، خلينا نقول منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، في شيء اسمه فقر دم وراثي اللي هو التلاسيميا أو فقر الدم المنجلي، وهذا شائع جدا. وحتى هذا يعني يمكن بقانون الدولة هلأ داخل ضمن فحوص الزواج، لأنه قد يكون الشخص حامل للمرض. حامل للمرض التلاسيميا يعني ما بيتأثر مدى حياته، لكن إذا تزوج من أنثى أو بالعكس الأنثى تزوجت من شخص كان الأنثى حامل والذكر حامل، في الحالة حيجي الطفل مصاب، وهي تعتبر كارثة للعائلة. نعم. كارثة للعائلة بكل معنى الكلمة، من عمر 6 أشهر وما بيعيشوا هدول الأطفال وصل 20-25 بأحدث العلاجات يعني، لكن العائلة بتعاني كثير. فهي واحدة من الأمور المهمة وقائيا أنه نحن بنعمل الفحوص، وهي هلأ خاصة قبل الزواج في موضوع فقر الدم الوراثي، حتى ما يجي الطفل مصاب بالمرض وقتها بيكون موضوع كبير جدا للعائلة. نعم. طيب، عندي رسالة عبر الانستغرام للأخت منى تقول: الحديد كان نازل عند أعتقد لغاية 2 حسب مكاد يعني كاتب الأدوية، لم ترفع النسبة، الأدوية اللي هي الحبوب التي تعطى عن طريق الفم، لكن عن طريق الوريد بات يعطوها أمبولات، فطبعا ارتفع لديها الحديد والحمد لله. هي بس بشرط أنه ما يكون الحديد، إذا كان الحديد فقط فكل التصرف يكون غلط، بده يكون مخزون الحديد. نعم. والأشخاص اللي بياخذوا حبوب وما بيستجيبوا لازم ندور عندهم على سوء امتصاص، معناتها عم ياخذ الحديد والأمعاء تبعه ما عم تمتص بشكل جيد، فبدنا ندور على سوء الامتصاص. بهالحالة هي بغض النظر تعطيه عن طريق الوريد، فالمادة دخلت الجسم وبالتالي حيرتفع المستوى، بشرط أنه يكونوا عم يراقبوا مخزون الحديد مو الحديد اللي هو الآيرون، بدهم يراقبوا الفيريتين. طيب هذا المريض كيف بده يعرفه دكتور؟ بده يسأل دكتور، بده يقول له الطبيب بيجاوب. طيب، لأنه كثير أنا فيه والله بيجي بلاقي الدكتور طالب له الآيرون. نعم. الآيرون ما بيفيد نهائيا ولا بيدلك على شيء، بيطلع وبينزل بدون ما يكون له أي مؤشر. المراقبة تكون عن طريق الفيريتين اللي هو مخزون الحديد. نعم. وبوضع ما يكون الجسم في التهاب، لأنه إذا الجسم في التهاب يرتفع الفيريتين فبيعطيني نتيجة خطأ، وهذا طبعا يعني لذلك نقول انه لابد ان يكون هناك تقييم كامل، وايضا القصه المرضيه تلعب دور هام جدا. يعني طبعا تقول هي مش عارفه حتى ليش يعني الحديد نزل عندها فجاه، لابد ان يكون طبعا طالما انثى ربما بسبب غزاره الدوره الشهريه، ربما باسباب اخرى، طبعا لابد ان يكون هناك تقييم. ودائما العلاج والخطه العلاجيه دكتور بسام هي معالجه السبب وليس العرض. يعني ما في شك. كل الشكر للدكتور بسام المصري، اختصاصي الأمراض الباطنية، زميل كليات الملكية 3 في المملكة المتحدة، ويعمل في مستشفى القرود الخاص بدبي. دكتور بسام شكرا جزيلا لك. شكرا لك.